بسم الله الرحمن الرحيم. الحين خلصنا الاكزامينيشن وبدينا بالدايجنوستيك واخذنا الجزء الاول منها اللي هو كان السكيلر. الحين نبدا الكيوريت. طبعا الكيوريت شيء تو ريموف السب جنجيفال وعشان لانها ليه ذوليك ما استخدمناهم للسب جنجيفال؟ لان ذيك فيها تو كاتنج اند، فبالنهاية لو أدخلها تحت بتأثر على السوفت تيشو تسبب لنا انجري. طيب الحين بنبدي بالكيوريت. قلنا الكيوريت تو ريموف السب جنجيفال كالكولس. الكيوريت تو ريموف السوبرا جنجيفال طبعا فيها 9 انواع، منها اسماءهم تكون على حسب الارقام. الحين خلينا نشوف شلون راح نطلع الرقم. طبعا راح تعطيكم هي اياها كذا، انتوا تقولون هذه وش نوعها، وش طبعا اشوف كذا على طول الفها ادور الرقم، بيكون هذا الرقم. فهنا هنا الرقم لو شفتوه 1R إلى 2R، يعني 1 2 1 2. اذا فيها رقم 1 2 فهي كيوريت. بتقولين جريسي، لا لحظه سوري، قبلها في عندنا جريسي وفي عندنا يونيفرسال، ويونيفرسال انتيرو بستير، يونيفرسال ما عندنا بالكت فنطلعها من القائمه. راح ناخذ الحين الجريسي. فاول ما تشوفين الرقم بتقولين جريسي 1 2، مثلا هنا رقمها 1 2، فاذا جريسي 1 2 كيوريت، جريسي 1 2 كيوريت. طبعا الفانكشن حقتها على حسب الارقام، نحفظها بالترتيب احسن. عندنا ال 1 2 تو ريموف السب، يعني اللي تحت سب جنجيفال كالكولس فروم الفيشيال سيرفيس حق الانتيريور. طيب تجين الثلاثة أربعة ما موجودة عندنا في الكت، 3-4 to remove the subgingival calculus from the lingual. إذا الواحد اثنين facial 3-4 lingual surface حق الانتيريور. خلصنا الفيشل واللينجوال حق الانتيريور، خلصنا الانتيريور. تجين نبدي بالبريمولر 5 و6 للبريمولر. طبعا ما عندنا هنا في الكت 5 و6 أبدا. 5 و6 to remove the subgingival calculus of the premolar from the premolar all surface، ما فيها facial lingual distal mesial. طيب لو كملنا 7 8 و9 10 نفس الاستخدام، 7 8 9 10 نفس الاستخدام to remove the subgingival calculus from the buccal and the lingual of the posterior. طيب بدينا بالبوستيريور طبعا باستثناء البريمولر، لان البريمولر حقها من 5 إلى 6. وصلنا باقي لنا ايش؟ باقي لنا بالبوستيريور الميزيال والديستال اللي هو استخدمها 11 و12 و13 و14. 11 و12 حق تو ريموف السب جنجيفال كالكولس فروم الميزيال اوف البوستيريور تيث، اما 13 و14 فروم الديستال اوف البوستيريور تيث. في سنة 1980 لقى جريسي هذا صعوبة انه يشيل الاشياء الداخل مرة، فسوى موديفيكيشن حق الميزيال والديستال، فحط 15-16 to remove the subgingival calculus from the mesial surface of the posterior teeth، اما 17-18 to remove the subgingival calculus from the distal surface of the posterior teeth. هنا عندي طبعا مجموعة هذه اللي قدرت الحين اجيبها عشان اسوي بس توضح لكم الفكرة. هنا عندي رقمها 17-18، إذا هذه تعتبر من الموديفيكيشن. شوفي هنا 17-18 على طولها مرقمة فهي كيوريت. جريسي 17-18 كيوريت to remove the subgingival calculus from the distal surface of posterior teeth. بنمر عليهم على السريع. هنا عندي 15-16 كمان من الموديفيكيشن to remove the subgingival calculus from the mesial surface of the posterior teeth. هنا 11 و12 to remove the subgingival calculus from the mesial. إذا 11 و12 مع 15 و16 كلهم الميزيال، بس واحدة modification واحدة لا. 11 و12 15 و16. طيب هنا 7 8 7 و8 to remove the subgingival calculus 7 8 to remove the subgingival calculus from the buccal and the lingual of the posterior teeth. قلنا 7 8 9 10 نفس الاستخدام subgingival calculus of the posterior teeth. آخر واحدة هنا هذه كم؟
13 14 قلناها to remove the subgingival calculus from the distal surface of posterior teeth. 13 14 نفس 17 18 13 14 قبل 1980 قبل الموديفيكيشن، 17 18 بعد الموديفيكيشن. هذه اللي لقيناها، وان شاء الله انا بصور النوت وارسلكم اياها. بالتوفيق بنات، دعواتكم.